قاعده مع جمهور النادي الاهلي في كل مكان، والنهارده معاكم من محافظه كفر الشيخ وبالتحديد من بورصه اسماك دمرو مركز سيدي سالم. تعالوا نشوف جمهور النادي الاهلي في سوق السمك. الاهلي طبعا، احنا اهلي طبعا، اهلي طبعا، كلنا اهلي طبعا طبعا. ان شاء الله 3-0، ان شاء الله 3-3. احنا كلنا هنا اهلاويين، ما فيش حد هنا زملكاوي، كلنا اهلاويين، فباذن الله يعني الاهلي هيكسب باذن الله. طبعا البلد هنا كلها بتشجع الاهلي. 3-0 ان شاء الله الاهلي. اللعيبه اللي ممكن ترجع كفه الاهلي بكره ان شاء الله، حسام ابو علي وامام عاشور وبرستاو. ان شاء الله باذن الله الاهلي والزمالك في النهائي، وهنغلبوا الزمالك ان شاء الله باذن الله 2-0. 3-2 للاهلي ان شاء الله. الاهلي ان شاء الله. 3-0 ان شاء الله. الاهلي هيفوز باذن الله. كل لعيبه الاهلي هتبقى 10-10. اهلاوي حتى دم احمر، كلنا دمنا احمر، كلنا اهلاوي. نتوقع ان شاء الله ان الاهلي يفوز 1-0. ان شاء الله الاهلي طبعا. ان شاء الله ان شاء الله باذن الله الاهلي هياخد البطوله باذن الله، وانجازات كتير جايه باذن الله، عشان خاطر اللي حصل في السعوديه كان فيه شويه هزار ولعبه، بس ان شاء الله الخطيب وراهم العين الحمراء وباذن الله هناخد البطوله. 3-1. وسام ابو علي، حسين الشحات، امام عاشور. ان شاء الله نفوز 2-0. ان شاء الله يبقى 2-0 الاهلي باذن الله. اللعيبه اللي تتألق خلال البطوله؟ والله خلال البطوله ممكن يبقى قفشه واسامه ابو علي وامام عاشور. 70% من اهل القريه بنشجع النادي الاهلي، لان احنا يعني طول عمرنا عندنا الحماس، وبعنا ان احنا طبعا نشجع النادي بتاع البطولات، احنا احسن نادي في القرن. اسامه ابو علي، امام عاشور، رامي ربيعه في الفتره الاخيره متالق جدا برضو في مركز الدفاع. ان شاء الله 2-0 الاهلي ان شاء الله. لا، اسامه ابو علي رقم واحد، وبعد كده امام عاشور ان شاء الله. اسامه ابو علي باذن الله. وسام ابو علي وامام عاشور والشناوي محمد الشناوي. الاهلي ده حاجه بالنسبه لنا، حاجه عن اربع صبيان، الخطيب وزيزو وكرام وطاهر، وحتى نفس الاسامي الحقيقيه بردك، ماهر وعلاء وشريف وطاهر، يعني عيله الحاج الله يرحمه، كان الاهلي بيجري في دمه. عندي حتى عيال عمي كلك، شطه وحسام، لعيبه الاهلي كلها، ما فيش البيت عندنا كله لعيبه الاهلي، يعتبر منتخب الاهلي كامل يعني.